فالنتيجة إن لما المساحة بتضيق بيظهر كرنت بيلف في اتجاه يعمل ماجنتيك فيلد يساعد الأصل. لو كان بقى الكرنت اي ده ماشي في الفريم أو الواير وكان في شوية ريزيستنسز في السكة مجموعها ار، فبيبقى الكرنت بيساوي الـ EMF مقسوم على ريزيستنس ار. بمعنى آخر إن احنا ممكن نلم بقى القصة إن E بيساوي ماينس N دي باي دي تي، أقسمها على ار يطلع كرنت. لو كنا بنتكلم عن موشنال اي ام اف اللي هي فيها المساحه بتتغير، ممكن ابدل ان دي فاي باي دي تي ب ان دي ال دي. وعلشان كده الاشاره النيجاتيف بتاعت لينز، علشان القصه اللي فيها انه الكرنت بيخلق ماجنتيك فيلد عكس الاصل. لو كان الاصل بيدي فلكس بيزيد المساحه مثلا بتزيد، او لو ما كانتش موشنال اي ام اف، لو كان الماجنتيك فيلد اصلا بيزيد مع الزمن حتى لو المساحه ثابته. ولو كان الفلكس بيقل مع الزمن، سواء بقى انه موشنال اي ام اف يعني الاريا بتقل مع الزمن، او ماجنتيك فيلد بيقل مع الزمن والاريا ثابته يعني بي بيقل مع الزمن والاريا ثابته، هيتخلق كرنت في اتجاه يدي ماجنتيك فيلد مع الاصل. فدي القاعده. لو انت عايز تعرف تحل مسائل انت بتشوف الفلكس بيزيد ولا بيقل، لو زاد يبقى الكرنت هيمشي في اتجاه يعمل ماجنتيك فيلد عكس الاصل، والعكس لو فلكس بيقل يبقى الكرنت هيلف بحيث يدي ماجنتيك فيلد يساعد الاصل. اكزامبل سريع كده، لو انا عندي لوب مقفله كده بشكل مستطيل، هي مساحه اريا ايه وعدد لفات ان بتلف بسرعه دورانيه حول المحور بسرعه اسمها اوميجا بتساوي دي تيتا باي دي تي، وده الاريا فيكتور بتاعها وموجوده في ماجنتيك فيلد اسمه بي. هات الام اف هنا بكام؟ دي مساله بسيطه، ماينس ان دي فاي باي دي تي، والفاي ده كام؟ البي دي اريا. بي دي اريا بيديك بي دي اريا كوزين الزاويه ما بينهم، كوزين الزاوية هعمله دي باي دي تي، فهيطلع لي الكوزين طلع ماينس ساين، فماينس وماينس ويتبقى دي تيتا باي دي تي بأوميجا، تطلع النتيجة الفاينال ام دي اي اوميجا. السيلف اندكشن بقى قصة لطيفة، انه اللي شرحناه انه لما يكون في ماجنتيك فيلد بيقطع لوب، والماجنتيك فيلد اللي بيقطع اللوب ده بيخلق فيها انديوست كارنت تيار حثي. يا سلام بقى لو حصلت القصة دي نتيجة كارنت أصلا بتاع اللوب، يعني جبت واير ومشيت في كارنت، وبعدين الكارنت ده هيبقى حوالين ماجنتيك فيلد. لو الواير ده في السكة هيلف حوالين محور كده بحيث إنه يبقى شكله زي السولينويد أو الكويل، الكارنت الأصلي اللي ماشي جوه الواير حوالين ماجنتيك فيلد هيقطع في الخطوط، هيقطع في لفات الملف. يعني ادي كارنت ماشي مع الماجنتيك فيلد بتاعه، لو الواير مكمل ستريت مفيش مشاكل، لكن لو حصل ان الواير عمل لفات حوالين نفسه كده، ساعتها الماجنتيك فيلد لاينز دي هتقطع في هذه اللفات. ما كانتش بتقطع لو كان الواير مكمل ستريت، لان ستريت بيبقى الماجنتيك فيلد حوالين الستريت واير. لكن لو حصل انه قطع في لو حصل ان الواير لف في لفات كده، فده وده هيقطعوا بعض، اللفات الواير الفيزيكال الواير اللي بيلف مع الماجنتيك فيلد اللي داخل مع الكارنت اللي داخل. وعندنا احتمال من اتنين، لو كان الكارنت اللي داخل ده بيزيد مع الوقت فالماجنتيك فيلد بتاعه بيزيد مع الوقت، فطبيعي انه الملف يرد بالعكس بقى، انه يعمل كارنت انديوس في اتجاه معاكس للكارنت الاصلي، وياخد البولاريتي بتاعت الجهد بتاعه بالمنظر ده، يعني موجب وسالب، بحيث انه يشتغل يعني عامل زي مقاومه كده. انت عارف في المقاومه لما كرنت بيخش على مقاومه بيمشي فيها في اتجاه كانه رايح من موجب لسالب، من بوتنشال اعلى لاقل. لو حصل انه الكرنت اللي داخل ده بيقل مع الزمن، يعني الماجنتيك فيلد بتاعه بيقل مع الزمن، فاللي هيحصل انه الكويل ده هيساعد الاصل، فهيخلق كرنت انديوس في نفس الدايركشن بتاع الكرنت اللي داخل، وهيبقى البولاريتي بتاعه الفولتج عليه الجهد او الاي ام اف اللي هتتولد جوه الملف، بحيث انها تساعد الكرنت اللي داخل. يعني هو اشتغل زي مصدر، تبقى بدل ما كان زي مقاومه او ريزيستنس او كده امبيدنس او معوقه في الدايره، لا هيساعد، فهيشتغل زي بطاريه تدي كرنت في نفس دايركشن. تخيل في بطاريه الموجب بتاعها تحت كده هيدي كرنت في اي دايركشن، هيخرج من الموجب، فهو خارج من الموجب كده قال يعني في نفس الدايركشن بتاع الكرنت ده. هو في الاصل نعبر عن الكلام ده رياضيا ازاي؟ بنعرف حاجه اسمها سيلف اندكتنس، نسبه الفلكس اللي بيعدي في الملف او الكويل بالنسبه للكرنت، ولو فضلت فوق وتحت هيبقى دي بتاع ان فاي باي دي تي، ده يطلع لك الاي ام اف،
على دي اي باي دي تي، فانت ممكن تعرف ال بحاجه من اتنين، سيلف اندكتنس ان هي the ratio of the flux across a coil to the current through the coil، او ان هي the induced EMF across a coil divided by the rate of change of the current. فهي الجهد اللي بيتولد في الحث في ملف مقسوم على دي اي باي دي تي، معدل تغير تمام زمن، او نسبة الفلكس بالنسبة للكرنت في الملف. الوحدة بتاعته هنري، والهنري ده ظريف قوي، هيبقى يا إما ويبر على أمبير من العلاقة اللي فوق، يا إما فولت على أمبير بير سكند من العلاقة اللي تحت. وهنغير بقى رمز كده، يعني للأسف هنضطر إنه الإي إم إف بتاع الكويل ده مش هنسميه إيه، هو دايما إي إم إف ده بياخد الرمز إي ده في أي حاجة، يعني إي إم إف بتاع بطارية، إي إم إف بتاع كويل، إي إم إف بتاع أي حاجة بياخد الرمز إي. فإحنا عشان بس نميز هنعمل ايه في الشغل اللي جاي، هناخد الاي ام اف بتاع البطاريه نديله الرمز اي، وهنحوش بقى الرمز اي ده هنا في البطاريه، وندي الجهد بتاع الكويل حاجه اسمها بي ام. الدائره دي دائره ظريفه، ايه اللي هيحصل هنا في الدائره دي؟ انا دلوقتي عندي سويتش هوصله بالنقطه نمره واحد، فيبقى في بطاريه دي سي وصلت بالار والال الريزيستنس، وبعد كده هوصل سويتش اس بنقطه اتنين، فبعزل البطاريه بره، عامل زي شحن تفريغ مكثف بس المره دي ملف. طيب اطبق كي في ال كيرش فولتج لو، او انه مجموع الجهود اللي في الدائره بتساوي صفر، او بمعنى اخر الجهد بتاع المصدر اللي احنا هنديله رمز اي هيتوزع على حاجتين، على الريزيستنس وعلى الكويل، فهيبقى اي بيساوي في ار زائد في ال، وفي ار زي ما عارفين من قانون اوم اي في ار، وفي ال زي ما احنا عارفين ده من الديفينيشن اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي حالا، انه الجهد الاي ام اف، بس احنا زي ما قلنا بدل ما هنكتبه اي هنكتبه في ال، وهناخد الرمز اي للبطاريه بعد كده، فده بيساوي ال في دي اي باي دي تي. المهم يبقى انا عندي معادله هنا تفاضليه، شويه رياضه بقى عشان افصل ما بين الاي والدي، انا هدفي ان اطلع الكرنت اخباره ايه، فمش عايز الديفرنشيشن بتاع التفاضل ده، فبقسم ناحيتين على ار، فيبقى اي على ار، وباخد الاي الناحيه دي، وبعد كده هنا ال على ار، هختصر شويه رموز، الاي على ار ده هسميه اي نود، وال على ار هسميه تاو، وهنعرف ليه دلوقتي، مش بس مجرد اختصار لي رياضي، هيطلع لهم مينينج دلوقتي. بفصل المتغيرات، فيبقى عندي دي اي ديفايدد باي اي نود ماينس اي، والناحية التانية دي تي على تي على تاو، وبكامل الناحيتين حدود تكامل متناظرة، يعني الزيرو بتاع التايم قصاده زيرو بتاع الكارنت، ده اللي بتبتدي من أول، وأي تايم تي هيبقى قدامه أي كارنت اي، يعني أنا عارف عند لحظة تي هيبقى فيها اي. البسط تفاضل المقام بس في إشارة، فهيطلع هنا في عندنا ماينس لين بدل لين، و اي على ار دي خلاص مالهاش لازمة، احنا اختصرناها باي نود اوريدي. الناحية التانية عندي تي على تاو، ممكن اخلص بقى من ماينس لان وادي الماينس الناحية التانية، واخد اكسبوننشال، او الاول هحط حدود تكامل بالمنظر ده، ويبقى ماينس لان، وعاوز احط تكامل مرة اي ومرة زيرو، واحنا عارفين ان لان اصلا بيديك لان حاجة على حاجة، الماينس هروح الناحية التانية، فبعدين هناخد اللان ده نخلص منه بالاكسبوننشال، ونوضب شوية يطلع عندنا المنظر النهائي انه current i equals i node في 1 minus s minus 3. هنا يبان بقى ليه احنا عرفنا تاو ان هي ال على r و i node e على r. ال time بيبتدي ب 0، اللحظة 0 هيبقى ال current بيساوي i node 1 ناقص e اس 0، e اس 0 ب 1، 1 ناقص 1 ب 0، فيبقى عند اللحظة 0 ال current بيساوي. كل ما التايم بيزيد ال e اس ناقص t على تاو ده رقم بيقل، ف عند تايم انفينيتي b اس ناقص انفينيتي ده بيساوي 0، فيبقى عندي الكرنت i بيساوي i نوت في 1 ناقص 0 يطلع i نوت. بمعنى اخر ان لو عند تايم t بيساوي انفينيتي لما الدايره تستقر، يبقى الكرنت يوصل للماكسيمم i نوت، بمعنى اخر انه i نوت ده اللي هو بيساوي e على r هو الماكسيمم كرنت اللي هتوصله الدايره. ومعنى انها توصل لإي على ار، معنى كده لو بص في الدايره الفولتج بتاع السورس اي على ريزيستنس ار، يبقى معنى كده كام، لو كان الكويل في اخر الوقت هيبقى عباره عن شورت سيركت او مجرد سلكايه في الدايره، مش اكتر من كده. في اللحظه صفر كان الكرنت بيساوي زيرو، يعني اللحظه صفر نفتكر تاني اي توز زيرو بيساوي 1، 1 ماينس 1 ايكوال زيرو، ففي التايم زيرو كان الكرنت بيساوي زيرو. هي ايه الدايره اللي الكرنت فيها بيمشي بزيرو؟ الكرنت اللي بيمشي في الدايره وبيساوي زيرو معنى كده ان الدايره دي اوبن سيركت او دايره مفتوحه، فمعنى كده انه هنا الكويل ده زي ما يكون دايره مفتوحه، يعني عندك الطرف ده وبعد كده هواء وبعد كده الطرف ده،
يعني في بداية الوقت خالص بيبقى الكوير بيعمل مقاومة عنيفة جدا في الداخل، بيخلي الكارنت زيرو، وبعدين مقاومته تنهار واحدة واحدة لحد ما يتحول لشورت سيركت أو سلكية. في أثناء ذلك الوقت الإنرجي اللي بتطلع من البطارية بتروح فين؟ طبعا في شوية بيبقوا ديسيبيتد في الريزيستنس، بس في شوية بيبقوا ستورد في الكويل، والإنرجي ستورد في الكويل بتتخزن بشكل ماجنتيك فيلد. هنحسب بقى الإنرجي ستورد في الكويل نتيجة شغل البطارية كام؟ بس اجين ليه البطاريه بتعمل شغل؟ لانه هي لازم تغلب الانديوس دي ام اف، او تغلب ايه الالكتروموتيف فورس او القوه الدافعه الكهربيه اللي بتتولد بالحث جوه الملف. والشغل اللي بتعمله ما بيروحش هباء، بتخزن حيث ماجنتيك فيلد في الملف. طيب ايه بقى قصه التاو؟ يبقى احنا عرفنا الاي نود ده مين، هو الماكسيمم كارنت اللي هتوصله الدايره، وده معناه انه الكويل بيكون اختفى، بيبقى شورت سيركت او مجرد سلكيه، يبقى الكارنت ساعتها بيساوي كما لو كانت دايره فيها بطاريه متوصله بريزيستنس بسلكه عاديه وخلاص على كده. التاو بقى ده مقياس لسرعه اداء الدايره، هل دايره سريعه ولا بطيئه؟ يعني تعال نبص كده، لو تي بيساوي تاو، في اللحظه تي بيساوي تاو هيبقى عندي اي اس ناقص 1. اي اس ناقص 1 ده من الارقام المشهوره اللي هو 37%، فاي نوت 1 ناقص 37% يطلع اي نوت في 63%. فانا ممكن اعرف تاو ان هو التايم اللي بتاخده السيركت علشان توصل ل 63% من الكارنت الماكسيموم. كل ما التاو ده زاد معنى كده انه التايم اللي هيتوصل فيه ده ل 93% هيبقى رقم اكبر. يعني لو تاو كان مثلا 2 سكند، ويبقى معنى كده الكارنت هيوصل ل 63% من الماكسيمم بعد 2 سكند. طيب لو كانوا التاو بيساوي 5 سكند، يبقى معنى كده ان الكارنت مستني هيستنى 5 ثواني عشان يوصل ل 63%. لو كان ساعة، يبقى الكارنت هيستنى ساعة عشان يوصل ل 63%. فكل ما تاو ده كبر معنى كده ان الدايره ابطا في البرفورمانس بتاعها، كل ما تاو صغر يبقى الدايره اسرع. وبالظبط ده نفس الكونسبت في الدايره بتاعت الكاباسيتور برضه. في الار سي سيركت نفس القصه، لان كل ما التاو زاد سرعه الشحن والتفريغ بتقل والعكس. فتاو اللي هو ال على ار ده مقياس لسرعه الديكي او الجروث بتاع الكارنت والفولتج في السيركت. يعني تعال نبص على الوحدات بسرعه، ال على ار ده، ال ده بالهنري اللي احنا قلناه قبل كده ان هو بيساوي فولت على امبير بير سكند، والار ده ريزيستنس اوم اللي هي فولت على امبير، تقسم ده على ده يطلع سكند. ففعلا التاو ده زمن. الحاجه الثانيه ان انت لو خدت عايز تحسب الفولتج بتاع كويل، هو ال دي اي باي دي تي، عندك الاي تفاضل هيطلع الفولتج، هيطلع بالمنظر ده. واجين التايم تي بيساوي صفر، هيبقى اي تايمز اي تو ذا زيرو، اي تو ذا باور زيرو واحد، يبقى الفولتج بيبتدي في البدايه انه يسحب كل الفولتج اللي في البطاريه اللي هو اي. لما الوقت بيزيد، لما تي بيوصل تاو، يعني اي اس ناقص 1 هيبقى 37%، يبقى ممكن نعرف التاو ان هو الزمن اللي محتاجه الفولتج بتاع الكويل عشان ينزل من الماكسيموم اي لحد 37%. لما التايم يوصل لانفينيتي هيبقى اي اس ناقص انفينيتي بصفر، يبقى ساعتها دي اللي بيساوي صفر، وفعلا يبقى شورت سيركت او سلكيه عاديه. احنا ممكن نشوف الكلام ده جرافيكلي، يمكن تبان بشكل ظريف. احنا رسمنا الجروث بتاع الكارنت اللي هي العلاقه اي نوت في 1 ناقص اس ماينس 3 تاو للثلاثة سيركتس. الثلاثة سيركتس ليهم نفس الريزيستنس اللي هي 1.10 اوم زي ما مكتوب في الليجند اللي هنا. السيركت اللي هي معمولة بسوليد لاين أو خط متوصل كده مستمر، ال L بتاعته بتساوي 2 من 10 هنري، والتاني بقى اللي هو 1 من 10 هنري اللي هو خط داش ده أو متقطع، والتالت اللي هو 4 من 10 هنري ده اللي هو داش دوت، يعني خط نقطة خط نقطة. طيب تعال نحسب التاو في كل واحدة فيهم بقى. التاو ال على ار، فالسيركت دي هنا ال ال بتاعتها 2 من 10 والار 1 من 10، فيطلع التاو 2. 1 من 10 1 من 10 يطلع التاو 1، يطلع 3 من 10 4 من 10 1 من 10 التاو ب 4. السيركت بقى اللي التاو بتاعها بيساوي 1 اللي هي السيركت دي، دي اسرع واحدة الكارنت فيها بيقوم، بيحصل له جروث. بعدها اللي ليها تايم تاو 2، بعد كده تاو 3 4 سوري. ونلاحظ ان الخط اللي بيعدي 63% من الماكسيموم هنا، طبعا تعرف شوف الماكسيموم كام بتاع الكارت اصلا، الريزيستنس 1 من 10 والفولتج 10 فولت، فيبقى 10 فولت مقسوم على الريزيستنس 1 من 10، الكارنت اعلى قيمه يوصل لها 100 امبير، فعشان كده في هنا 100. الخط بقى اللي معدي 63 امبير، طبعا 100 امبير ده سجل، ده ارقام وهميه، يعني ارقام ضخمه جدا يعني، فاحنا بس يعني ايه ارقام علشان الدنيا تبقى سهله، مش بدل ما تبقى ارقام صعبه يعني، لكن عمليا يعني 10 امبير 100 امبير دي ارقام ضخمه جدا يعني.
فالرقم اللي هو 63% من الماكسيموم اللي هو هيبقى هنا 63 امبير يعني بيقطع الخطوط دي. ونلاحظ ده بيقطعها في اي زمن. الخط الاولاني ابو تاو بيساوي 1 سكند، ده بيقطعه عند اللحظة 1 سكند، والخط اللي ابو 2 سكند بيقطعه عند 2 سكند، والخط اللي هو 4 سكند بيقطعه عند 4 سكند. ففعلا لحظة تقاطع 63% مع الكيرف بتديك التاو، أو العكس بتيجي عند تاو وتطلع تلاقي إن 63% من الماكسيموم. في كمان رقم مميز 3 تاو، 3 تاو ده اللي هو 5%، فواحد ماينس إي أس ناقص 3 تاو على تاو يعني 95%. فلما التايم يوصل لتاو بيديك 37%، فيبقى 1 ناقص 37 63، ده الكرنت وهو بينمو بيحصل له جروث. 3 تاو يعني 5%، فواحد ناقص 5% يعني 95%. فنلاحظ برضو انه التايم بتاعه، التايم كونستنت بتاعه 1 سكند، ده بيوصل 95% عند 3 تاو عند 3 سكند، والتايم كونستنت بتاعه 2 سكند بيوصل ل 95% عند 3 تاو بتاعته يعني 6 سكند، والتايم كونستنت بتاعه 4 سكند بيوصل ل 95% عند 3 في 4 يعني 12 سكند. الفولتج بيجي ديكي بنفس الفكرة، يعني الفولتج بتاع البطارية 10 فولت، فيبتدي الماكسيموم ويقل، وبرضه بيوصل ل 37% من الماكسيموم اللي هو 37% من 10 اللي هي هنا 3.7 فولت. برضه الدايرة اللي سكت بتاعتها يعني انتهى 1 سكند 2 سكند 4 سكند، نفس القصة بالمنظر ده. فده ممكن تعرف تاو من الجروث بتاع الكرنت او من الديكي بتاع الفولتج. السيركت وهي بالديكي اسهل كتير، يعني انت لو شلت السويتش من واحد وديته لاتنين هيبقى عندك ار وال بس، فبتبتدي المعادله تبقى سهله، او بدل الفولتج بتاع البطاريه ايه هتحط زيرو وتعمل سيبريشن اوف فاريبلز، دي تبقى اسهل كتير قوي. هي بس التركية انه في حدود التكامل هتبتدي من تايم زيرو، المره دي بقى تبتدي تصفر وتعد الزمن من جديد، هتبتدي من الكارنت اللي كانت وصلت السيركت في المره اللي فاتت اثناء الجروث. المرة اللي فاتت كانت السيركت ماشية ووصلت لكارنت ماكسيموم، يعني ممكن يكون وصل اي نود مثلا، ولما موصلش اي نود وصل اي قيمة تانية يبقى هي دي اللي هتبتدي منها. فاحنا هنفترض ان السيركت فلاتر الاولاني اشتغلت فترة طويلة من الزمن، يعني وصلت للماكسيموم هو اي نود، فهيبقى تايم زيرو عند اي نود، واي تايم تي يناظر كارنت اي تطلع النتيجة النهائية ان الكارنت بيساوي اي نود الماكسيموم يسمع سي ار. والفولتج بتاع الكويل هيبقى الديفرنشيشن بتاع الكلام ده ال دي اي باي دي تي، يطلع المنظر ده ماينس يوس ماينس تي على تاو. هو الفولتج هياخد نفس الفورمه، يعني كان قبل كده يوس ماينس تي على تاو، المره دي ماينس يوس ماينس تي على تاو، بس في فرق اشاره، لكن هو برضه بيديكي بنفس المنظر. فرق الاشاره ده معناه ايه؟ في المره اللي فاتت كان بيقاوم الكرنت، المره دي هيساعد، يعني المره اللي فاتت كان الكرنت بيفلو من البطاريه في الريزيستنس في الكويل، والفولتج بتاع الكويل كان بيعكس زي المنظر بتاع الفيجر نمره 4A. كان الكرنت جاي من البطارية، وجاي من البطارية بصحته بقى وعمال بيزيد مع الوقت، فالفولتج بتاع الكويل بياخد المنظر ده وبيعكس. المرة التانية بقى هياخد المنظر ده اللي هو ايه، هيديلك كرنت في نفس الدايركشن بتاع الكرنت الأصلي ويساعد، ويشتغل هو بطارية، يشتغل بوزيتيف لتحت عشان يطلع كرنت ونيجاتيف من فوق، والكرنت هيحصل له ديكي. بس يعني وجود الكويل منع ان هو يموت مباشرة، يعني لو ما كانش في كويل كان البطارية وريزيستنس، وانس انك فصلت البطارية خلاص الكرنت بينزل لزيرو على طول، لكن وجود الفولتج وجود الكويل هنا هيخلي الديكي يحصل على مهل، فبدل ما الكرنت ينزل لزيرو مباشرة بينزل بالعلاقة دي اي نود يوس ناقص تي على تاو، والفولتج ينزل اي يوس ناقص تي على تاو، بس البولاريتي اللي فاكس. ونفس الفكرة برضه دي، الكرنت بقى المرة دي بينزل بدل ما كان بيطلع، وبيوصل ل 37% في اللحظة تاو. فانت ممكن تعرف تاو بأساليب كتير، ان هو اللحظه اللي عندها الكرنت بيديكي 37% من الماكسيموم، او بيوصل 63% وهو بينمو من الماكسيموم، او الفولتج بيقل سواء بقى في الحالتين دي او دي يوصل ل 37% من الماكسيموم. اخر ملاحظتين في الموضوع هنا عندنا، انه لو عندنا 2 كويلز ان سيريز بيبقى المحصله بتاعتهم زي المقاومه كده، الكويل المكافئ بتاعهم بيساوي مجموعهم، لو كانوا انفيرر بيبقى 1/L بيساوي 1/R، 1+1/L2. وزي ما قلنا ان البطارية بتعمل شغل علشان تغلب الـ EMF بتاع الكويل، فهي هتعمل شغل يتحسب بالطريقة دي،
انرجي بتتكامل باور في الانترنال، والباور هو الجهد بتاع الملف في الكرنت، والجهد ال دي اي باي دي تي، دي تي تروح مع دي تي وتبقى ال دي اي باي في اي انتجريشن، ده في ال كونستنت انتجريشن بتاع اي دي اي في نص اي سكوير. هشتغل بقى من زيرو لحد سام كرنت، يبقى من زيرو لحد اي، فيبقى ده الانرجي ستورد بشكل عام. لو بندرس سولينويد مثلا احد انواع الكويلز، ال L بتاعته بتساوي N phi على I، ده ال definition بتاع L. phi بتساوي B في ال area، وال B من قانون أمبير بتساوي mu N I على small L، دي بقى اللي هي الطول بتاعه، اللي هي طول المحور مش طول السلك انك تفكه، طول المحور. فيطلع ال self inductance بتاعه بيطلع بالمنظر ده. وكمان انا ممكن احط ال current في الدرنت ال B برضه بنفس العلاقة اللي هنا، يعني ال current بيساوي B في small L over mu N. واخد بقى الاتنين دول، اخد ال capital L دي، واحنا عارفين دي سيلف اندكتنس، سمول ال دي طول المحور، وناخد الكارنت ده ونحط الاثنين في العلاقه نص الاي سكوير، فيطلع الفولتج، يطلع الانرجي ستورد بتساوي نص ال اي بي سكوير اوفر ميو. ال ال اللي هو طول بتاع المحور في مساحه المقطع بتاع السولونويد، يديك الفوليوم. فلو حبيت ادرس الفوليوم، الانرجي ستورد بير يونت فوليوم، ممكن اطلعها ان هي بنسميها يو بي بدل يو ال، هتبقى هي يو ال على الفوليوم على ال اي، فيطلع في الاخر المنظر بي سكوير على 2 ميو. فالانرجي ستورد في اليونت فوليوم هي قد ايه في ماجنتيك فيلد سكوير مقسوم على 2 ميو. ميو ده البرميابيلتي بتاعت الماده اللي ملفوف عليها في الملف. ارجو ان كان ده فيديو مفيد، وبالتوفيق ان شاء الله.